الجزائر تحتفي بذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب، وأيضا تحتفي اليوم باسترجاع 24 من رفات شهدائنا الأبرار من المقاومة الجزائرية. لنا معي عبر الهاتف متابعينا الكرام الدكتور رضوان بوهيدة، الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. صباح الخير دكتور. صباح الخير بلال ولكل مشاهدي قناة النهار. أهلا. الجزائر تحتفي بذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب. اليوم رئيس الجمهورية سيشرف على مراسم دفن رفاة شهداء المقاومة. هل يمكن القول دكتور أن الجزائر تسير في منهج صحيح لاسترجاع الذاكرة وحتى الأرشيف؟ لا أكيد، وليس فقط الذاكرة والأرشيف. أعتقد أنه ما تحقق يعتبر إنجاز باسترجاع 24 رفاة من شهدائنا الكبار، دعني أقول من القادة العسكريين ولا رمزية الصورة كانت تحمل ذلك، باسترجاعهم عن طريق طائرة عسكرية واستقبالهم بطائرات حربية أيضا وإطلاق مدافع وكلمة للفريق الشنقريحة فيما بعد. كل هذا يحيي باستقبال عسكريين قادة كبار عادوا إلى أرض الوطن، رمزية ودليل مادي اليوم بين أيدينا لإدانة فرنسا عن بقية جرائمها، جرائم 8 ماي 45، جرائم 17 أكتوبر 61، جرائم الإلغام ضد الأشخاص التي تركتها فرنسا ولم ترد أن تعطينا الخرائط لذلك، جرائم إخفاء الأرشيف لديها وسرقة عدد كبير من المقتنيات من بينها مدفع بابا مرزوق، مفتاح العاصمة إلى آخره. لا، جرائم فرنسا في الجزائر لا تحصى، وخاصة النووية منها في ركان التي لا تزال أثرها إلى غاية اليوم. كل هذا يدين فرنسا أمام المجتمع الدولي ويسقط عنها ما يعرف بالإنسانية والأخلاق وكل وحقوق الإنسان وكل ما تدعي به اليوم. طيب دكتور، ابقى معنا حتى نشرك أيضا الدكتور عبد القادر عزام عوادي، باحث في التاريخ المعاصر بجامعة الوادي. أهلا بك دكتور، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور، صباح الخير لكل المستمعين، صباحكم استقلال، صباحكم فرح. نهني كل الجزائريين بالداخل وبالخارج بالعيد 58 لعيدي الاستقلال والشباب. اليوم الصغير قبل الكبير، اليوم نشهد الذكرى 58 لاستقلال الجزائر وأيضا عيد الشباب. دكتور، حتى نتحدث عن احتفال آخر، هو احتفال بإرجاع 24 من رفات شهداء المقاومة إلى الجزائر، واليوم سيتم تشييع الجنازة الخاصة بهم لرفات المقاومة. لو نتحدث فقط عن تاريخ الجزائر، اليوم 58 سنة منذ الاستقلال، إن صح التعبير تحققت أولى وعود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باسترجاع رفات الشهداء، وأيضا في ذلك نفتح ملف القادم أفضل فيما يخص الذاكرة والأرشيف. أولا وقبل كل شيء أهنئ جميع الجزائريين بعودة رفات الشهداء، أيضا بأن الشهداء يعودون إلى أرضهم، إلى موطن عرضهم، إلى الميدان الذي استشهدوا من أجله. نحن اليوم مطالبين بالمضي قدما في المطالبة أكثر بتاريخنا، بأول شيء ما تبقى من رفات شهدائنا الذين يعدون بالمئات إذا لم نقل بالآلاف، التي ما زالت موجودة في متحف الإنسان في العاصمة الفرنسية باريس. هذا المتحف الذي يضم آلاف رفات من جميع الدول الاستعمارية التي استعمرتها فرنسا، وفي طبيعة الحال من المراتب الأولى الجزائر. ونحن أكيد وكل الجزائريين يزكون ويؤيدون هذا الأمر، وكما يقال بداية الألف ميل تبدأ بخطوة، وهذه أولى الخطوات التي
نفرح بها ونزكيها وندعمها ونطالب بما هو الأكثر وما هو الأجدر إن شاء الله في المستقبل من خلال إعادة الأرشيف الوطني، من إعادة أيضا المقتنيات التي أخذها الفرنسيون، من إعادة المخطوطات الجزائرية التي أخذوها على سبيل المثال مكتبة الأمير عبد القادر التي نهبت وأخذت إلى الدوائر الفرنسية هناك، والكثير جدا من الغنائم الجزائرية الموجودة عند الفرنسيين. طيب سأعود لك دكتور عبد القادر عزام حتى نشرك أيضا البروفيسور صفوان حسيني أستاذ الإعلام والاتصال جامعة الجزائر. بروفيسور صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير بروفيسور، سؤالي هو كالتالي في ذكرى أو ذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب، لو نتحدث فقط عن تاريخ الجزائر، هل أعطينا حقه حقا وحقيقة؟ لأن العديد من المؤرخين والإعلاميين وحتى السياسيين قالوا بأن تاريخ الجزائر لم نعطي له حقه. نعم بالفعل زميلي بلال، والله يعني الوحيدين الذين أعطوا حقه للتاريخ هما الشهداء والذين ناضلوا من أجل صناعة هذا التاريخ، وهم شهداء ومجاهدين. طيب سنعود للاتصال بالبروفيسور صفوان حسيني، انقطع الخط. نعود إلى دكتور رضوان بوهيدا. دكتور، ربما نفس السؤال التي وجهته للبروفيسور صفوان حسيني، هل أعطينا للجزائر أو لتاريخ الجزائر حقه؟ لا، هو اليوم لا يمكن أن نجزم بأن أعطينا كل الحق لما عرفته الجزائر منذ 58 سنة، يعني منذ استقلال الجزائر كان في نوع من المحاولات، يعني منذ البداية يعني عام 66 حين تم استرجاع رفات القائد الكبير الأمير عبد القادر أثناء حكم الراحل هواري أبو مدين، تلتها يعني حتى استرجاع رفات سي الحواس وأعميرو الشهيدين الذي أخفت فرنسا رفاتهم في إحدى سكنات في الجزائر وتم اكتشافهم فيما بعد وأعادوا لهم يعني الاعتبار بدفنهم على الأقل في جنازة مهيبة أثناء حكم الراحل أيضا شادلي بن جديد. لكن هناك الكثير، يعني لا يجب الاكتفاء كما أسميها بوضع أكاليل الظهور، الشهداء يستحقون أكبر من هذا، يجب تخليد هذه الذكرى ويعني إعطاء قيمة لما شاهدناه يعني خلال اليومين الماضيين، وهو في اعتقادي أهم شيء وهو ترابط الأجيال. يعني لاحظنا أنه هناك ترابط ما بين جيل اليوم وجيل الذي قاوم فرنسا منذ البداية قبل 170 عام، يعني هذه أهم نقطة، يعني لم تكن هناك قطيعة رغم محاولات فرنسا طيلة سنوات الاستعمار وحتى أثناء فترة الاستقلال أن تصنع هذه القطيعة ما بين جيل الجزائر اليوم وجيل الجزائر التي قاومت المستعمر القديم فرنسا. هذه أهم النقاط التي يجب تخليدها، ثم العودة إلى الأمور التاريخية سواء المادية والمعنوية. حتى فرنسا كانت مدينة للجزائر، لو قارناها اليوم بأرقام اليوم هي ملايير من الدولارات، لأنه الأرقام موجودة عند التاريخيين تحسب يعني بالذهب، لكن لو قارناها بقيمة الصرف الحالي سنجد أنه فرنسا مدينة لدينا حتى من ناحية المادية بالكثير. لكن الأهم اليوم هو استعادة كل ما لدى فرنسا، كل ما نهبته فرنسا، هكذا يمكن أن نخلد الشهداء ونجبر فرنسا. الأهم صح. من كل هذا يعني بعيدا عن الكلام الدبلوماسي نعم. الذي لديه أطره ومجاله أيضا طيب. ويقوم به السياسيين سواء رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو وزير المجاهدين أو وزير الخارجية، يجب اليوم تجريم فرنسا طيب. أمام العالم، تجريمها من خلال القانون ومطالبتها أيضا فيما بعد بتعويضات، لأنه صحيح. لا يجب التنازل عن حق من تضرر من هؤلاء الشهداء. نعم. طيب بروفيسور صفوان حسيني، أهلا بك من جديد. سؤالي هو كالتالي في هذا اليوم المبارك،
نحتفل بذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب. وقال الدكتور رضوان بوهيدل أنه الشيء الجميل هو ترابط الجيل الحديث مع الجيل القديم الذي عرف الثورة التحريرية. دكتور صفوان حسيني، تحدثت وسألتك إن أعطينا الذاكرة أو أعطينا تاريخ الجزائر هنا في الجزائر حقه، وسؤال الثاني الذي سأعطيه لك: لماذا خذلنا تاريخنا ولم نوثقه؟ يعني الحقيقة أنه لم نتذكر أي فيلم وثائقي لثورتنا أو حتى لتاريخنا إلا ما شهدناه باللون الأبيض والأسود. اليوم لماذا عجزنا في صناعة تاريخنا أو توثيقه إن صح التعبير؟ نعم والله زميلي بلال، على كل حال حي زميلي رضوان بوهيدل. وعلى كل حال فيما يخص سؤالين، يعني هذا هو صميم النقاش صح التعبير. هو بالنسبة لسؤالك الأول، أنا قلت يعني قبل أن انقطع المكالمة أن الوحيدين الذين حقيقة يعني حافظوا على التاريخ وهم الذين كتبوا هذا التاريخ وباسمهم الذي يكتبوا هذا التاريخ وهم الشهداء والمجاهدون. إذن هاتين الفئتين يعني هم الوحيدين الذين لم يقصرا في بناء وكتابة تاريخ الجزائر، والوحيدين الذين كانوا صادقين في فعلهم وفي فعلهم السياسي وفي فعلهم الثوري إلى غير ذلك. لكن الشيء الذي نتأسف له الزميل بلال هو أن رفاتنا عادت من فرنسا، ولكن لا ننسى بأن حتى الأحياء ممن صنعوا تاريخ الجزائر عادوا كذلك من فرنسا، من فرنسا ومن بلدان أخرى، مثلهم المرحوم بوضياف، المرحوم عميرات، المرحوم أيت حمد. يعني هذا اللي أجيبك على سؤالك الثاني، يعني إضافة إلى شهدائنا الذين عادت رفاتهم، هناك يعني من كانوا أحياء وعادوا إلى بلادهم أحياء ثم توفوا، لأن الإرادة السياسية يعني نقولها بكل صراحة لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية، بل كانت هناك إرادة سياسية كانت تخشى التاريخ، وهذا هو صلب الموضوع. من يخشى التاريخ لا تنتظر منه أن 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 أن, أن يقوم بالتفاتة من أجل بناء منظومة تاريخية تستفيد منها الأجيال. لكن الحمد لله لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نوقف التاريخ، فهو يتباطأ حقيقة، أمامه عقبات حقيقة، ربما هناك قوى تدفع إلى هذا سواء داخلية أو خارجية. لكن جاء اليوم أين يعني تغلبت الإرادة الشعبية والإرادة الإلهية، يجب أن نقول هذا، لأن الشهداء هم عند ربهم أحياء يرزقون، وهذا كله مسار جعل من هذا الحدث الذي له عدة دلالات ورمزية داخلية ورمزية خارجية أثبتت بأن حقيقة هناك إرادة سياسية حالية لا تخشى صحيح. من التاريخ، بل تعيد أن تحيي هذا التاريخ. وبطبيعة الحال نحن كباحثون وكمثقفون ننتظر الكثير، ويجب علينا أن ندعم هذا المسار. طيب دكتور عبد القادر عزام عوادي، أنت باحث في التاريخ المعاصر بجامعة الوادي ولك اطلاع كبير حول تاريخ الجزائر. أنت باحث في تاريخ المعاصر، لكن نتحدث عن تاريخ الماضي التي عاشته الجزائر. هل يمكن القول أثناء بحوثك حول التاريخ، تاريخ الجزائر، وجدت أنه لم نعطي هذا التاريخ حقه ولم نوثقه؟ لو نتحدث عن الكتب، حقيقة أن وثقنا ما يمكن توثيقه عبر الكتب، لكن نحن في عصر التكنولوجيا، نحن في 2020، لماذا الجزائر عجزت في توثيق ما يوجد في الكتب إلى الأشرطة الوثائقية وحتى الأفلام التاريخية؟ ربما زميلي بلال في هذا الإطار سوف أربط سؤالك الذي قدمته للإخوة الأساتذة الفضلاء بالسؤال الذي طرحته عليه الآن. ربما نحن الجزائريين أشد ارتباطا بالتاريخ ربما من أكثر الشعوب، ولدينا حميمية كبيرة جدا مع التاريخ، وأنت تعلم وجميعنا يعلم وكل المستمعين أن جل ما يربطنا مع بعضنا البعض هو تاريخ، وجل ما أيضا ما نتنازع عنه الآن هو جزء من التاريخ. لذلك نحن لدينا حميمية ولدينا حمى، حميمية
وحمى مرض وشيء إيجابي آخر وهو الحميمية بهذا التاريخ. ولكن لدينا مشكلة أخرى ربما وجهة نظر مخالفة على رأي الزملاء الآخرين، أننا لا نعد التاريخ، لا نعد التاريخ ولا ندرس التاريخ دراسة علمية دقيقة بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن الذاتية، وهذا الأمر الذي يجب أن ننتبه إليه. فكلنا تقريبا لدينا ارتباط كبير جدا بتاريخنا وبماضينا، ولكن للأسف هذا الارتباط لا يرتبط بوعي بهذا التاريخ. بالنسبة لكتابة التاريخ، يعني منذ الاستقلال بدأت تظهر هناك بوادر لكتابة هذا التاريخ كما ذكرت بطبيعة الحال في الكتب، وظهرت هناك بوادر كما سماها المرحوم أبو القاسم سعد الله عليه رحمة الله، بوادر لبروز مدرسة تاريخية جزائرية. ولكن للأسف هذه الكتابات، حتى الكتابات في حد ذاتها، قبل أن ننتقل إلى الجانب التكنولوجي والجانب التطور العلمي في استخدام التاريخ، أن حتى الكتب ما زالت تحتاج للكثير، أن هناك الكثير جدا من الروايات، هناك الكثير جدا من المخطوطات، هناك الكثير جدا من الشهادات التي ما زالت لم تطبع، ما زالت لم تدون، ما زالت لم تنشر. وهذا أمر يجب أن يعني يؤخذ بعين الاعتبار، بالإضافة إلى هذا الجانب في تجريم الاستعمار وإعادة ممتلكات من فرنسا، أيضا إعادة بناء المدرسة التاريخية وفق منهجية علمية أكاديمية دقيقة. أيضا صناع الأفلام والإعلاميين وأيضا أصحاب التكنولوجيا يجب أن يلتفوا مع في لحمة واحدة مع المؤرخين ومع الباحثين والمثقفين من أجل إبراز تاريخ الجزائر في عمل أو أعمال فنية، أعمال سينمائية، أعمال توثيقية وأفلام وغيرها. فما وجدناه هو نظر يسير جدا من الأفلام، ربما يعود أغلبها إلى فترة السبعينيات وإلى فترة الثمانينيات، والآن في توفر الوسائل وتوفر الإمكانيات موجودة، فالغياب هنا يعود إلى العنصر البشري الذي ابتعد عن الجانب التوثيقي التاريخي. ومع العلم أن كل حادثة من أحداث تاريخ الجزائر يعني هي يعني مثل عمل سينمائي ضخم وكبير، وتدرك أخي وزميلي أن المشارقة عملوا على تاريخ الجزائر يعني مجموعة من الأفلام، وأيضا المخرجين المشارقة يعني اهتموا بتاريخ الجزائر وأصدروا مجموعة من سواء المسلسلات أو الأفلام أو أيضا حتى الأشرطة الوثائقية التي تهتم بتاريخ الجزائر. لذلك نحن من هذا المنبر الكريم ندعو كل المهتمين وكل المختصين في الجانب الإعلامي، الجانب السينمائي والتوثيقي، إلى خوض غمار تجربة تدوين تاريخ الجزائر بالطريقة التكنولوجية وبالطريقة الإعلامية الجديدة. وأيضا المؤرخين عليهم دور كبير، ويعني ويجب أن يهتموا بهذا الجانب ويعطوه أولوية، لأن الجيل الحالي جيل يهتم بالصورة، جيل يهتم بالمختصر، لأنه أصبح ربما تعلم يستنكف على القراءة ويبتعد عن القراءة. لذلك يجب أن ندخل له مدخل آخر، وهو مدخل ما يريده، وهو التلفزيون والهاتف والتكنولوجيات الحديثة من وسائل التواصل وغيرها. هذه كلها يجب أن نتخذها وسائل لكي نوصل تاريخنا إلى هذه الأجيال التي رأينا في يوم أمس ويوم يعني يوم 3 جويلية ويوم 4 جويلية، كيف التف هؤلاء الشباب بعودة رواة الشهداء، ورأينا دموع من طرف الشباب الذين كنا نقول عنهم أنهم هربوا عن التاريخ وأنهم نسوا الماضي. فإذا بهم يعني نرى صورة جديدة، وهذه رمزية يجب على السلطات الرسمية والجهات الرسمية أن تهتم بها، بإعادة الماضي الجزائري إلى قلوب الشباب وإلى قلوب الجيل الحالي الذي كنا نقول أنه قد ابتعد عن أبائه وعن أجداده، فإذا به يذرف الدموع عن هؤلاء. فيجب علينا استغلال هذه الرمزية في خدمة التاريخ الوطني. طيب دكتور سعود، لك دكتور رضوان بوهيدل، عندي سؤال خاص. ربما نهتم كثيرا لاسترجاع الأرشيف، ونهتم كثيرا لاسترجاع الذاكرة من فرنسا المستعمرة، لكن لم نهتم بتاتا لتوثيق شهادات المجاهدين الذين كانوا أحياء ثم ماتوا رحمة الله عليهم، وأيضا الذين لا يزالون أحياء.
كل هذا نوع آخر من الأرشيف دكتور، لم ربما نستغله لصالح تاريخنا. دكتور رضوان بوهيدو، أنت في الاستماع. أعيد التحية إلى أستاذي البروفيسور صفوان الذي أتفق معه في كلمة جد مهمة قالها، وأنه هناك من يتخوف من هذا التاريخ، من هذا الأرشيف. ثم أجيبك، ربما هذا اليوم دور الإعلام، لأنه توثيق هذه الأمور تكون عن طريق الإعلام، لأنه صحيح الأمر جد مهم. تسجيل شهادات المجاهدين، يعني كل مجاهد مهما كان بسيطا صدقني يحمل في طياته وفي ذاكرته يعني قصص يمكن أن نكتب من خلالها مؤلفات. يعني يقول لك أبسط، فما بالك بالقادة لكن هناك مبادرات ربما لم تطفو بعد إلى السطح، ما يقوم به متحف المجاهد منذ فترة، يعني بشكل تقريبا خلينا نقول أسبوعي يقوم بتسجيل شهادات لمجاهدين. صحيح لم تخرج ربما إلى الإعلام، لكنه يقوم. هناك مبادرة منذ فترة، وأنا كنت عضو في نادي حفظ الذاكرة التابع لمتحف المجاهد ولازلت عضوا. يعني هناك مبادرات ولقاءات، لكن مع الأسف الإعلام غير مهتم بالطريقة الواجب. لذلك ضرورة إطلاق قناة، ولما لا قنوات تهتم بالتاريخ، أمر ضروري ليس فقط على عاتق التلفزيون العمومي، ولما لا قنوات خاصة على الأقل تخصص جزء كبير للتاريخ الجزائري عن طريق كما تفضل الأساتذة، عن طريق أفلام وثائقية، عن طريق أفلام سينمائية، لأنه هناك الكثير من ما يوجد في الجزائر من صور وأفلام إلى آخره. صحيح الأرشيف يحمل الكثير أيضا، لأنه هذا الأرشيف مقسم إلى ما هو مادي وما هو معنوي. ما هو مادي هي تلك الوثائق والمخطوطات والصور وحتى الأفلام السينمائية، لأن هذا الأرشيف يضم أفلام سينمائية لا نملك عنها ولا أي معلومات إلى غاية اليوم. وهناك الجانب المعنوي، وهي المعلومات في حد ذاتها الموجودة في كل هذه الوثائق والأفلام والصور. هذه المعلومات يمكن الحصول عليها، ليس كلها، يعني من عن طريق الباحثين، يعني تحصلوا على البعض يعني في إطار بحوث. لكن فرنسا دائما كانت ترفض إعطاء كل هذه الوثائق حتى لأغراض بحثية بسبب ما يعرف بسرية الدفاع إلى آخره. كل هذه الأمور يجب أن تناقش بطريقة دبلوماسية، حتى لو ضغطنا على فرنسا بأي طريقة أخرى، لدينا ما يمكن أن نضغط اليوم على فرنسا وأن نعاملها بالند حتى نسترجع لأنه تاريخنا هو جزء مهم من وجودنا اليوم. طيب بروفيسور صفوان حسيني، اليوم المؤرخون والأساتذة في التاريخ وحتى الإعلام وفي علوم السياسية كلهم يجمعون على أنه يجب توثيق ما يمكن توثيقه هنا في الجزائر لصناعة تاريخنا أو استرجاع تاريخنا. لا يمكن الاعتماد فقط على الأرشيف الذي سجله الاستعمار الفرنسي، بل لدينا أرشيف دماغي هنا في الجزائر لم نستغله بتاتا. حتى لا ننسى بروفيسور أنه الجيل الجديد هو الآخر مهتم بهذا التاريخ، كيف يمكن أن نوفق بين هذا وذاك؟ نعم، والأخ بلال، هناك يعني لكي أقاسم الحوار مع الأستاذ المختص في التاريخ، هناك قاعدة عالمية يعني في هذا المجال، وهو أن التاريخ يكتب ويؤسس له عموديا ويقرأ أفقيا. يعني ليس كالذي يؤسس للتاريخ في أحداثه بالطريقة العمودية والكرونولوجية وتسلسل الأحداث كالذي يقرأه بالطريقة الأفقية. وهذا ما حدث للتاريخ الجزائر داخل الجزائر، من أسسوا له أفقيا في الأحداث وفي الجانب الكرونولوجي للثورة الجزائرية والمقاومة الجزائرية، عكس من كان يقرأ له أفقيا. لماذا؟ لأن الأدلة والشواهد
والأشياء التي كانت حقيقة تدل على الحدث التاريخي كانت محل شكوك. شوف أخي بلال، هو أن لو تبحث في تاريخ العالم يعني بما فيه المغرب العربي وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى آسيا بالنسبة للدول والقارات التي عرفت استعمار بشع، يعني تقريبا لا تجد تقريبا، وهذا أؤكده يعني لك، تقريبا لا تجد من عرف حركة شعبية وحركة ثورية تحررية كما عرفتها الجزائر، كما عرفتها الجزائر منذ 1830 إلى غاية 1954 في اندلاع الثورة التحريرية المباركة. يعني من ثورة المقراني ومن ثورة الشيخ الحداد وفاطمة سومر وبوبغدا ولد سيدي الشيخ إلى غير ذلك، لن تجد في أي رقعة من الأرض هذا العدد من مقاومة الشعبية وهذا العدد من ثورات وثورة الأمير عبد القادر إلى غير ذلك لو تقارنها بالعالم. هذه هي الثروة التاريخية الجزائرية. هذا هو أين يجب أن نستثمر، لأن بالمقارنة مع العالم نحن نصنع الحدث لوحدنا. وهذا ليس أنا الذي أقوله، بل تقوله يعني تقوله المستندات التاريخية. من الذي استثمر في هذا؟ ولا أحد. ثورة نوفمبر 54 لم تأتي هكذا وكانت وليدة الصدفة، بل هي وليدة هذه الثورة الشعبية التي كانت تؤسس لها. هذا هو المطالق. لكن الأخ بلال للأسف يعني وللأسف الشديد يعني اسمح لي على التعبير، هذا لعبوا بالتاريخ كما أرادوا من أجل تحقيق غاية سياسية. يجب أن نقول هذا هذا الأمر. يعني كم من مجاهد غادر هذه الحياة ونقولها يعني بكل صراحة، وكان خائفا بأن يدلي بشهادته، وكم من عائلات يعني شهداء وعائلات المجاهدين لا زالوا إلى يومنا يكتمون الحقائق ويخفون حتى المستندات. لماذا؟ يعني خوفا من البطش إلى غير ذلك. لهذا الآن هذا الفعل، هذا التاريخي، هذا الفعل الإنساني في استرجاع هذا رفات مقاومة شهداء المقاومة الشعبية، ربما هذا راح يفتح باب آخر، باب جديد، وأنا متأكد بأنه سوف يفتح باب جديد من أجل يعني التواصل التاريخي وإعادة النظر في هذه السيرة التاريخية الجزائرية. وكلنا ثقة يعني في شبابنا وفي مثقفينا إلى غير ذلك، لأنه حقيقة نحن نعيش بالتاريخ ولا يمكن لنا أن نعيش بدون تاريخ. صحيح. لكن شيء فقط أنا يعني من وجهة نظري الخاصة، لا يجب أن ننظر إلى التاريخ بالعاطفة. يعني ليه حقيقة الإنسان رفات الشهداء يبكي وهناك عاطفة وهناك تصريحات وهناك، لكن التاريخ يحتاج إلى العقل، التاريخ يحتاج إلى التبصر، التاريخ يحتاج إلى النظر إلى الأحداث كما هي، كما يقول ابن خلدون، لأن العاطفة تزول أما العقل فهو يبقى سائدا. نعم. وهذه تبقى وجهة نظري. شكرا جزيلا لك بروفيسور صفوان حسيني، أستاذ الإعلام والاتصال جامعة الجزائر، كنت معي عبر الهاتف. أشكر أيضا الدكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وأشكر أيضا بدوري الدكتور عبد القادر عزام عوادي باحث في التاريخ المعاصر جامعة الوالي. كنتم ضيوفي هذه الصبيحة في هذا الحدث التاريخي.